لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة في باب صلاة الجمعة عند حديث ابن عباس أو عند حديث أم هشام بنت حارثة. قال: وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال: رواه مسلم. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بصلاة الجمعة، وهي قراءة سورة قاف في الخطبة. قراءة سورة قاف في الخطبة. فها هي أم هشام بنت حارثة تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. ما حفظت يعني السورة إلا بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر في الجمعة في خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ هذه السورة كثيرا في خطبته، ولربما يعني قرأها واكتفى بها، ولربما قرأها واكتفى بها. وهذا فيه دليل على أن الخطبة تقوم بسورة قاف أو بقراءة شيء من القرآن، لا سيما إذا كانت هذه الآيات فيها الوعظ وفيها معاني التذكير بالآخرة ونحو ذلك، كما هو شأن سورة قاف. ولذلك يعني يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: فيه أيضا مشروعية الخطبة بهذه السورة، يعني بسورة قاف، لأن هذه السورة عظيمة، فيها مبدأ الخلق ومنتهى الخلق ومبدأ الحياة ومنتهى الحياة، وفيها أيضا أخبار وقصص، فيها أخبار وقصص، وفيها تحدث عن اليوم الآخر. يعني هذه السورة هي في موضوعها موضوع وعظ، تذكر باليوم الآخر، تتكلم عن الأمم السابقة، تتكلم عن الموت والحياة، تتكلم عن حال الإنسان إذا يعني غادر الحياة، عن الجنة وعن النار وعن أهل الجنة وعن أهل النار. لكن خلاصة الكلام يعني أنه يجوز للخطيب أن يخطب بسورة قاف، يخطب بسورة قاف، وفيه فضل هذه السورة. وفي الحديث كذلك فيه دليل على حضور النساء لصلاة الجمعة. أي نعم. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ولكن ضعفه كثير من العلماء. قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث بالرواية يعني كذلك الأخرى أتى به المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة مما يتعلق بصلاة الجمعة، وهي
النهي عن الكلام حال الخطبة، النهي عن الكلام حال الخطبة. فلا يجوز لي المأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام، لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام، ولو تكلم فإنه ينقص أجره. على ظاهر الرواية الأولى يضيع الأجر، قال ليست له جمعة، ليست له جمعة، فهو ينقص أجره بشدة، وذلك لأن كلام المأموم يوم الجمعة يشغل الناس عن الخطبة ويشغل الناس عن متابعة الإمام. ولذلك من يعني أحكام الجمعة أنه لا يجوز الكلام، بل ولا يجوز كثرة الحركة، لأن هذا أيضا يعني يلفت الناس ويشغلهم عن الإمام، وكل ما يشغل الناس عن الإمام وعن الخطبة فهو من هذا الباب، يعني حكمه من هذا الباب. لكن يجوز الكلام للمأموم لحاجة، الكلام طبعا للإمام إذا كان لحاجة مع المأمومين فهو يعني خير وحسن، كما سيأتي معنا في الحديث إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم أحيانا بعض الناس فيقول لهذا اجلس، ويقول للآخر كذا ويجيب كذا ونحو ذلك. أما كلام المأموم فجوز بعض العلماء كلام المأموم مع الإمام إن كان لحاجة، إن كان لحاجة، كأن يقرأ الإمام مثلا آية فيخطئ خطأ فاحشا، فعند ذلك جاز للمأموم أن يقول لا بل الآية كذا مثلا، أو كحالة الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال يا رسول الله ادعوا الله لنا، هلكت الزروع وكذا وكذا وجفت الدروع، وكان أصابهم في البادية يعني جدب شديد ويعني جفاف شديد جدا، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الإقرار لكلام الأعرابي بما يدل على أنه إذا يعني كان الكلام لحاجة فلا بأس، إذا كان الكلام لحاجة فلا بأس. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قال متفق عليه. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله لبيان مسألة أيضا تتعلق بصلاة الجمعة، وهي تحية المسجد والإمام يخطب، تحية المسجد والإمام يخطب، هل يصلي المأموم تحية المسجد أثناء الخطبة؟ الحديث يدل على مشروعية ذلك، بل بعض الناس ذهب إلى وجوب ركعتي الجمعة، ركعتي تحية المسجد، وجوب ركعتي تحية المسجد، ومما استدلوا به هذا الحديث، ومما استدلوا به هذا الحديث. ولذلك يقول الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى، يقول الرجل هو سليك الغطفاني اللي هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، والحديث حجة على أن النهي عن الكلام إنما هو للسامع لا للخطيب، فأما الخطيب فله أن يكلم من شاء بما شاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ادنها هنا ونحو ذلك، وكذلك للسامع أن يكلم الخطيب بما يتعلق بالخطبة، وهو أيضا حجة قاطعة، يعني ده كلام الشيخ الفقهي، على أن تحية المسجد يجب صلاتها ولو كان الخطيب على المنبر. يقول ولا قول لأحد بعد قول الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى،
والذي مرجع كل قول إليه. قال: ودعوى النسخ أو التخصيص لا دليل عليها. إن يعني الذين يقولون بعدم الوجوب قالوا هذا يعني كان خاصا بهذا الرجل وهو سليك الغطفاني. نعم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر حاله للناس، لأنه كان رجلا فقيرا وكان الفقر يظهر على هيئته، فقالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم سليك فيراه الناس فينتبهون لفقره. نعم. إذن هذا الحديث فيه مشروعية تحية المسجد والإمام يخطب، ولا تعارض في أن يصلي تحية المسجد أثناء الخطبة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. قال وله، أي عن ابن عباس أيضا، آسف، لمسلم، وله أي لمسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذه الأحاديث أوردها الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي ما يقرأ في الجمعة والعيدين، ما يقرأ في الجمعة والعيدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين، وكان يقرأ كما في الحديث الثاني سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فيستحب للإمام أن يصلي بهذه السور في صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصلي بهذه السور، ولذلك من السنة أن يصلي بها في صلاة الجمعة. ثم قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي ما إذا اجتمع العيد والجمعة، يعني جاء العيد في يوم جمعة، فهل يصلي المسلم العيد ويصلي الجمعة أم أنه يرخص له في ترك الجمعة؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر قال: وإنا لمجمعون، يعني من شاء أن يأتي الجمعة يأتي، ومن شاء أن يتخلف يتخلف لمن صلى العيد. وقال: وإنا لمجمعون. فهذا الحديث فيه أن من أدرك العيد يوم الجمعة جاز له أن يترخص بترك الحضور لصلاة الجمعة ويصليها ظهرا. وأما الإمام فإنه يجمع بمن حضر، أما الإمام فإنه لا يتخلف ولا يترخص. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمجمعون. لماذا؟ لأن هناك ربما من لم يصلي العيد، فهؤلاء لا بد من إقامة الجمعة لهم وعليه، فالإمام لا يتخلف عن الجمعة ولا يترخص إلا إذا أناب من يقوم مقامه في ذلك. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها
أربعا فليصلي بعدها أربعا. فهذا الحديث فيه أن للجمعة سنة بعدية، وأنها أربع ركعات تصلى ركعتين ركعتين. وجاء في بعض الأحاديث كان يصلي إذا رجع من الجمعة ركعتين، فسنة الجمعة أربع ركعات أو ركعتين. وبعضهم قال يصلي أربع ركعات إن صلىها في المسجد وركعتين إن صلىها في البيت. نعم. قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال، أي قال له، إذا صليت الجمعة فلا تصليها فلا تصلها. قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في الباب لبيان مسألة تتعلق بالجمعة، وهي استحباب الفصل بين الفرض والنفل. إذا صلى الجمعة وهيصلي نافلة في المسجد أيضا، يفصل بينهما بكلام ونحوه، تسبيح طبعا الأذكار نحو ذلك، أو ينفصل عن المكان. قال حتى تتكلم أو تخرج، إنه يغير المكان الذي صلى فيه. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى في الباب لأجل مسألة فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة، وكلها آداب من آداب الجمعة، الاغتسال التطيب الإنصات يوم الجمعة. قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفضل ثلاثة أيام، فضل ثلاثة أيام قال بعض العلماء، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإنه له يعني من الأجر والثواب غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فالجمعة سبعة يعني أيام بينها وبين الأخرى، وثلاثة أيام يعني ليكون الحسنة بعشر أمثالها. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم قال، وهي ساعة خفيفة يعني سريعة ليست طويلة. وعن أبي بردة عن أبيه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. قال ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. قال في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وعن جابر عند أبي داود، أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. قال الحافظ، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. قال أمليتها في شرح البخاري في فتح الباري. يعني إذن هذه الساعة من يعني يوم الجمعة التي هي ساعة إجابة،
هذا من فضل الله عز وجل على الأمة الإسلامية، أن جعل لهم ساعة إجابة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهنا قد يقول قائل: أليست الساعات كلها بإذن الله يستجاب فيها الدعاء؟ نعم، لكن هذه ساعة مخصوصة زادت فضلا عن كل الساعات، بأن من دعا في هذه الساعة وصادفها استجاب الله دعاءه. وهذه الساعة اختلف فيها، فمن العلماء من قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة كما في هذا الحديث، ومن العلماء من قال هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ودول أشهر قولين في الأقوال، إما هي في وقت ما بين صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة، أو إنها ما بين العصر إلى المغرب، وكلاهما قوي، وإن كان القول بأنها بعد العصر إلى المغرب أقوى، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث إنها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة من بعد العصر. التمسوها في الساعة الأخيرة من بعد العصر في يوم الجمعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدة جمعة. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو كما قال. هذا الحديث أورده الحافظ وضعفه لأجل الإشارة إلى هذه المسألة، وهي مسألة اشتراط العدد في الجمعة. فلا يثبت في العدد حديث في الحقيقة، لا يثبت في اشتراط العدد في الجمعة حديث. أما حديث 12 فإنه ليس في العدد، إنما هو يذكر أن الناس خرجوا ولم يبقى إلا 12، فليس هذا مقصودا. وعليه فكما تقدم أن الذي يصح به أو تصح به الجمعة وما تصح به الجماعة، فتصح الجمعة بثلاثة. نعم. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. قال: رواه البزار بإسناد لين. أشار رحمه الله تعالى من خلال هذا الحديث إلى مسألة تتعلق بالجمعة، وهي الدعاء في الخطبة. الدعاء في الخطبة، فإنه يستحب للخطيب أن يدعو، لا سيما في آخر الخطبة، في آخر خطبته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكما في هذا الحديث يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. ثم قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. قال: رواه أبو داود، وهو صحيح السند. قال: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. فيه إشارة إلى استحباب الإكثار من الآيات والقرآن في الخطبة. والحقيقة أن الخطبة التي لا تشتمل على آيات من القرآن فهي قليلة البركة، وكلما زادت آيات القرآن في الخطبة كلما ازدادت بركة، وكلما ازدادت الخطبة استدلالا من القرآن والسنة أو الأحاديث يعني، كلما زاد خيرها وزادت بركتها، وكانت يعني أقنع للناس وأعظم في القبول عند الناس. لماذا؟ لأن الكلام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، في جماعة
إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. والحقيقة أنها يعني ظاهر كلام الحافظ أنه يعني لا يثبت الصحبة لطارق ابن شهاب، لا يثبت الصحبة لطارق ابن شهاب، وإن كان هذا الحديث أخرجه البيهقي. وقال: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد. ولحديثه شواهد، يعني هذا الحديث له شواهد تشهد لصحة ما جاء فيه. الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. إذن هذا الحديث يتكلم عن من تسقط عنهم الجمعة، من تسقط عنهم الجمعة. قال: مملوك وامرأة وصبي ومريض، والأدلة العامة تدل على ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. قال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. لكن هذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: ليس على مسافر جمعة. إذن هؤلاء خمسة: مملوك وامرأة وصبي ومريض ومسافر، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. وإن كان ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن المسافر تلزمه الجمعة ما دام يسمع النداء، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المسافر تلزمه الجمعة ما دام يسمع النداء، إذا كان في مكان وينادى لصلاة الجمعة وهو حتى مسافر تلزمه الجمعة. وقال يعني أن هذا هو الذي عليه أدلة الشرع في العموم، ورجح هذا القول كثير من العلماء المعاصرين. أما المملوك فلأنه ليس يعني ملك نفسه، وأما المرأة فلا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة أصلا، وأما الصبي فكذلك فإنه غير مكلف، وأما المريض فمعذور. نعم. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال: رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن أيضا صححه غير واحد من أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقال الحافظ: وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. قال: كان إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. هذه المسألة هي استقبال الناس الخطيب بوجوههم، فإنه من أدب يعني السامع في يوم الجمعة أن يجلس مستقبلا للإمام وللخطيب فيسمع منه هو مستقبل له، بخلاف ما يفعله كثير من الناس في زماننا هذا على الخصوص. ترى كثيرا من الناس إذا دخلوا المسجد افتدروا الجدران ويعني حوائط المسجد ليستندوا إليها، وتركوا الخطيب وأعرضوا عنه، وهذا في الحقيقة يعني ليس من أدب الجمعة ولا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فإنهم كانوا يستقبلون الخطيبة بوجوههم. وهذا أدب، إن الإنسان إذا كلمه غيره من الأدب أن يظهر له استعدادا وإنصاتا، أما أن يجلس معرضا عنه بجسمه أو بجسده، فضلا عن أنه ربما يعرض عنه فينام ونحو ذلك كما يحدث من بعضهم، ترى يستند إلى الجدران ومعرض عن الإمام فربما كذلك ينام، فهذا ليس من أدب الجمعة، فضلا عن أنه يخالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه يعرض الإنسان للنوم ونحو ذلك. ثم ختم الحافظ رحمه الله هذا الباب، قال: وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. قال: رواه أبو داود، وهو حديث حسن. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله ليشير إلى مسألة تتعلق بالخطيب في يوم الجمعة، وهي مسألة اعتماد الخطيب على عصا. استحب بعض العلماء أن يعتمد الخطيب على عصا أو سيف، على عصا أو سيف، وهذا مشروع، هذا مشروع. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه يندب للخطيب أو يندب للخطيب أن يخطب متوكئا على قوس أو عصا، والحكمة في ذلك أن ذلك أربط لقلب الخطيب وأثبت لقيامه وأبعد له عن العبث بيديه، وتدخل الانقياد والإذعان وتدخل الانقياد والإذعان لسامعين. إنه الخطيب لو هو ماسك عصا أو يعني قوس أو نحو ذلك، هذا سيقلل حركته، وهذا بالتالي سيجعله أثبت ويعني أهدأ ونحو ذلك. ولذلك هل هذه سنة؟ مشروع، هذه سنة، مشروع الإنسان أنه يمسك بعصا أو يمسك بقوس أو نحو ذلك. طيب ماذا لو استند على، لو كان المنبر له أكتاف مثلا ونحو ذلك، عضادات يعني يقف عليها كده ونحو ذلك، إذن هذا يغني عن العصا عند ذلك، يغني عند ذلك عن العصا والقوس ونحو ذلك، فإنها يؤدي أو فإن هذه العضادات تؤدي الغرض من العصا، والله أعلم. نقف على باب صلاة الخوف إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.